يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا. أما هلأ لفقرتنا الطبية الثانية، فبين رغبة الصيام والخوف من خسارة الفائدة من الأدوية، بيحتار كثير من الناس يلي عندهم بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري أنه يصوموا برمضان أو لا. بنشوف اليوم كثير ناس بيلجأوا لتغيير مواعيد أدويتهم دون استشارة طبية وبطريقة عشوائية، على اعتبار أنه هي الأدوية ممكن تنفع بأي وقت، لكن العديد من الدراسات أثبتت أنه هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل صحية. وهون بيجي رشا دور الصيدلاني المهم لحتى يعطي النصائح بهذا الموضوع. أكيد هايدي، وشو شفنا اليوم الناس دائما عم تلجأ لأقرب صيدلية. هلا هذا الإجراء هو معترف عليه من زمان، ولكن في بعض الحالات نحن بحاجة للأخصائي، وخاصة إذا كنا اليوم معتمدين على برنامج بالأدوية. في أشخاص عندهم أمراض مزمنة، عندهم ضغط، عندهم قصص صحية، فاليوم مثل ما ذكرتي أنه بيروحوا لغيره موعد الدواء، أنه أنا باخذه بعد الفطور، ولكن هذا الشيء ممكن يكون سلبي، او ممكن اليوم ما يلاقوا هذا الدواء فيروحوا لبديل اخر. يعني اليوم شو دور الصيدلاني وقد ايه دوره مهم ضمن شهر رمضان؟ اكيد حنتعرف على هدول القصص. صحيح رشا، رح نحكي اكثر مشاهدينا عن طرق العلاج والتعديلات اللي لازم نساويها. معنا اليوم ضيفتنا الصيدلانيه شيرين اصفري. يسعد صباحك. صباح رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام اهلا وسهلا. خير، صباح الخير. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بالف خير. الف خير يا كيف رب. اليوم الجو حلو ومطر، اليوم هيك بروده ومطر، كان برد غير متوقع. تفاجئنا، قلت لها لهايدي انا امبارح ضبيت الصيفي، شو صار اليوم؟ اي صح، تفاجئنا اليوم. مضبوط يا حلا. خلينا بدايه نروح هيك للفكره العامه. دائما بيجوك هدول الاشخاص بيقولوا لك انه انا ممكن اليوم انا اغير بخطه علاجي او بادويتي، كونه انا عم بمرق اليوم بمرحله الصيام. فشو بك، شو دور الصيدلي بهي المعلومه؟ هلا اكيد الصيدلي لازم يوجه المريض بالاوقات المعينه، لانه هو بيرتبط تناول الدواء تاثيره وفعاليته بموعد التناول. فالفعاليه فاكيد بتاثر هذا الشيء، انه احنا نغير بالاوقات هيك المريض من حاله يجي يغير، فهذا الشيء اكيد خطا. مثل هلا انا احكي لكم بشكل سريع انه المريض اللي بياخذ الدواء ليلا، فالمريض ما يغير هذا الوقت، فهو ليلا حياخذ لو في عنده صيام ثاني يوم فما بيتغير عنا الوقت. بينما المريض اللي بياخذ صباحا الدواء اذا على معده مليئه ف عادي بعد السحور مباشرة ياخذ الدواء، وخصوصي فيني ينوه على الفيتامينات حتى بتعرفي بيعملوا ألم بالمعدة. صحيح. أما إذا على معدة فارغة فممكن نحن قبل الفطور، قبل السحور عفوا بنص ساعة ساعة، ممكن ناخذ الدواء على معدة فارغة، وخصوصي أدوية حماية المعدة. تمام دكتورة، يعني للأسف كثير من الأشخاص ما بيقدروا يصوموا بهذا الشهر، ملتزمين بأدوية، في حال صار أي خربطة ممكن يأثر على صحتهم. خلينا نوضح للأشخاص يلي عندهم مثل ما ذكرنا أمراض مزمنة مثل الضغط، السكري، الكلى، هدول الأشخاص كيف ممكن يتعاملوا مع أدويتهم بهذا الشهر؟ تمام، هلا انا هحكي اول شيء بالنسبه للمريض اللي عنده مرض مزمن مثلا مثل الضغط مثلا، اكيد، او مريض السكري، اكيد لازم يستشير طبيبه طبعا، يعني يسال هل هو بيقدر انه يصوم او لا. هلا مثلا مريض الضغط ممكن في بالنهار مثلا هو صايم، ممكن يعمل عنده جفاف، يعني نقص الماء، يعمل جفاف ويعمل عنده هبوط حاد بالضغط مثلا. واكيد كمان مريض السكر نفس الشيء حيكون عنده، فممكن يكون عنده هبوط بالسكر او ارتفاع بالسكر، فهذا الشيء لازم دائما يكون مع استشارة الطبيب، خصوصي مع الأمراض المزمنة. نحن فينا نقول اليوم أنه مريض السكر ومريض الضغط اللي هنون دائما نحن بنعرف أنه حبة الضغط، يعني أول شيء بيعمل الإنسان اللي عنده حالة ضغط بياخد حبة الضغط قبل أي شيء كرمال أنه يقضي نهاره. ولكن في أشخاص بتقلك أنا بدي صوم حتى لو عندي ضغط. اليوم شو هن الأمراض اللي ممنوع؟ يعني هذا الصيام ممكن يأثر كتير سلبا، في شيء ممكن نحن نتغاضى عليه بعض الامراض، ولكن في امراض يعني الدكتور بيقول لك لا. هلا اكيد بيكون لا وقت بيكون مريض الضغط وملتزم بادويته، او مريض السكري، في مثل ما بنعرف نحن عندنا تايب 1 تايب 2، في اللي بيتعالج بابر الانسولين، في اللي بياخذ الحبوب بمواعيد معينه. اكيد هذا نحن ما فينا نتغاضى عن هالموضوع، وطبعا دائما ضمن استشاره الطبيب.
اكيد ما بكفي الصيدلي بهي الحالات، لانه الطبيب هو المختص وهو اللي متابع حالته للمريض، فما فيه يتغاضى عن الموضوع يجي يصوم من حاله، لانه ممكن يصير عندنا هذا الشيء ياثر سلبا على المريض. صحيح. وخصوصي خربطه الدواء خصوصا ان مرض الضغط يعني هو اكثر الامراض شيوعا سبب عدم الضغط، يعني كان بارتفاعه او هبوطه تماما. في حالات كثير بتصير حتى جلطات يعني، فاليوم كثير لازم يكون في حذر بهي النقطه. اكيد اكيد. تمام دكتوره، خلينا نوضح اكثر، يعني تناول الادويه بوقت واحد شو ممكن يسبب، خصوصا اذا كان على الريق يعني ومضطر الواحد يعني بعد الفطور بده يشرب الدواء وخلص بده يفطر هو، هون شو ممكن يسبب في حال اخذ الدواء على يعني فورا مباشره؟ هلا اكيد بالنسبه للمريض اي مرض كان، يعني مو شرط يكون مريض ضغط او سكري، فنحن دائما يكون في فواصل زمنيه بين حبه وحبه، هو بنعرف يكون ربع ساعه على الاقل او شيء، اكيد يعني لازم يكون في فواصل زمنيه، وخصوصي اذا كان هو مجمع المريض ادويته يعني حبه اثنين ثلاثه. في كثير هيك ناس بتفطر مثلا حتى لو ما كان رمضان بتجمعهم كلهم مع بعض، وهذا الشيء كثير خطأ شائع حتى، يعني احنا كثير بنحاول ننبه هذا الموضوع. فلازم هلا اول ما يبدا الفطور، هلا هو الصحي والشكل الصحي بهذا الموضوع انه بس يبلش المريض فطوره او الشخص العادي يعني يبلش مثلا بكاسة مي تمره، ينتظر شوي، اذا كان مع الاكل يعني محدد موعد دواءه مع الاكل فبينتظر شوي بياخذ حبه الدواء وبيتابع باكله. مثل ما قلتي هاي القصة كثير شائعة، بنشوف أشخاص كثير يعني ممكن ياخذوا ثلاث أربع حبات مع بعض يعني بكاسة مي، يعني هذا الشيء له تأثير سلبي. أحيانا في دواء بيفقد تأثير دواء آخر يعني ما بقى في تأثير له بالجسم. خلينا نحكي، حكينا عن الضغط، نسبة كثير كبيرة عندنا نحن مصابين بمرض السكري كان وراثيا أو كان بالأسباب الأخرى. يعني اليوم كيف قادر هذا الشخص اللي حابب يصوم أو عم بيصوم إنه يحافظ على مستوى السكر يكون طبيعي خلال فترة النهار لا وصولا لفترة الإفطار؟ هلأ بداية قبل ما يقرر مريض السكري أنه هو يصوم الشهر، مثل ما حكينا لازم يسأل الطبيب المختص هل هو قادر. في حال أعطاه الموافقة أنه يكون قادر يصوم، لازم نحن يوميا مريض السكري يقيس نسبة سكر الدم، يقيسها يوميا على الأقل من 3 إلى 4 مرات باليوم. نعم. ثاني شيء لازم ننتبه له انه الفتره بين الفطور والسحور، هي الفتره لازم يشرب على الاقل بين 8 ل 10 اكواب من المي، وخصوصي حتى ما ينزعج بقلب النهار وما يصير معه حاله الجفاف. بدنا ننتبه كمان حتى بوجبه الفطور ما يتقل المريض بالاكل، يعني تكون الوجبه خفيفه نوعا ما، يعني ما تكون كثير دسمه ويكون فيها كربوهيدرات وهيك، فينتبه على موضوع الأكل، وممكن بالنظام الغذائي الصحي تمام، أنه بعد كاسة المي يبلش بالتمرة، لأنه هي التمرة مباشرة حتعدل نسبة السكر ويرجع السكر الدم للوضع الطبيعي. قبل ما نروح لعند ننتقل لعند هذه تمرة واحدة، دائما نحن بنسمع أنه يا تمرة يا ثلاثة، يعني يكون العدد بالمفرد، هل المعلومة صحيا صح؟ هل هي صحيا بس انه ما بيتحول لسكريات بالدم اذا كان العدد مفرد او كيف؟ لا 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 هي صحية، هلا هي عادات انه المفرد وهيك، يعني احنا ماشيين عليها من ابهاتنا هيك انه لا لازم يكون عدد مفرد 21 انا باخذ معلش. هلا هذا الشيء لا، فهو صحيا اكثر شيء انه تمرة، لازم نلتزم يعني بعدد معين، عدد معين تمرة تمرتين هو كافي يعني، وكافي تاخذ الفائده وبسرعه مثل ما قلت انه حترجع زوجي وفردي. لا ما في هيك شيء لا تمام. طيب خلينا نحكي اكثر، يعني الادويه يلي بيضطر ياخذوها الاشخاص الصائمين بوقت السحور، ممكن وقت النوم يصير في تاثيرات جانبيه؟ لا هلا اول شيء المريض يعني هو بيكون متعود، يعني مو بلش بالدواء حديثا يعني يعني يبلش، يعني هذا شيء خطا، يعني ممكن ياثر الوقت انه في نوم وهيك. تمام لا بالعكس ما بياثر. يعني هلا مثل حنحكي مثلا الادويه، في ناس مضطره تاخذ مكملات غذائيه تمام، هون بدي اسالك حتى في ممكن فيتامين دي بي 12 او دي تمام. هي مجموعه فيتامينات ما بنقدر ناخذهم بالليل، ما بنحسن لا نحن نقدر ناخذهم باي وقت، بسبب ارق يمكن بيسبب ارق تمام. هلا بس وقت اللي بده ياخذه، هلا انا ما بنصح كثير انه وقت السحور ياخذ المكملات الغذائيه، ليه؟ لانه حيفتح شهيته للمريض. صحيح. فحيحس حاله انه جوعان كل الوقت، فلا انا بفضل تاخذ حبه الفيتامين بي تحديدا مع الفطور، يعني هو عم يفطر خلص فطوره ياخذ الحبه ويكمل، لانه هو حيضل سهران كل الليل
عم ناكل يعني كل الليل لوقت السحور. نحن هيك متعودين من الاذان للاذان. تماما. ذكرتي نقطه انه الفيتامين بيعمل بيفتح الشهيه، ولكن نرجع احيانا بنقول بس فيتامين بي. اليوم هل كل الفيتامينات عم تكون هي عن جد انه فاتح شهيه، او طريقه اخذها او وقت اخذها ممكن ياثر على جسمنا؟ لا اكيد لا. هلا انا في نقطه بدي احكي عليها، نوه عليها، لانه احنا كثير بنقول مثلا للمريض او اغلب الصيادله او الاطباء بنقول كلمه انه احنا هذا الحب لا تاخذه لانه بيفتح الشهيه وانت وزنك زائد لا بدك تنحف. هلا هذا الحكي يعني حقيقه هو لا، ما بيفتح الشهيه، يعني نحن وقدرتنا يعني هو ما حيزيد لك وزنك. يعني انا بتجي لعندي مريضه بتقلي انا زاد وزني من هذا الدواء الفيتامين او اي دواء ثاني. لا هو ما زاد وزنك من الدواء تحديدا، زاد وزنك اوكي فتحت شهيتك، بس نحن فينا نكبح هذا الموضوع. هي بتفتح الشهيه، هلا هي بتفتح الشهيه، لكن نحن ما زلنا ما لكن دخلنا. انت بتقدري يعني بتقدري يعني تتاقلمي مع الموضوع وتحاولي انه انت ما يكون في عنا اكل ونزيد وزننا بسبب ال. طيب فينا ناخذه وننام؟ نضحك عليها مثلا هلا اي شيء. يعني اليوم في ناس كثير بتقول لك انا ما باخذ كرمال ما يزيد وزني. صحيح. يعني ايه هلا في ناس بتاخذها وتنام، هي اللي حابب نحن بنوصفها للمرضى اللي عندهم نحف اساسا. فلحتى يسمن فبياخذ، ممكن يعتمد عليها. تمام، معتمد عليها وهو متداول حتى. يعني هي في ماده هي دواء حساسيه مع فيتامينات، فبياخذ المريض اللي حابب يزيد وزنه فبياخذها بالليل قبل ما ينام. ليه؟ لانه لما يفيق بيكون تاثيره بلش يشتغل معه للمريض ويبلش ياكل كل النهار لحتى يزيد وزنه. تمام، خلينا نحكي اكثر عن نقطه مهمه. يعني بعد الفطور اليوم بتلاقي كثير من الاشخاص صار عندهم صداع، يعني وجع راس، دوخه. صحيح. البعض ممكن يلجا للمسكنات، لاسيتامول، الادويه. تمام. البعض الثاني ممكن يقول لك لا، انه فنجان قهوه ممكن انا صحصح، او قطعه حلو يمكن يكون نازل عندي السكر. شو الطريقه المناسبه فعلا لازم نلجا نحن للادويه مباشره؟ هلا حنعتبر نحن شهر رمضان مثل اي شهر ثاني، في ناس صار عندها عاده انه تروح تتجه للمسكنات. تمام. الباراسيتامول، البنادولات بانواعها، فعندها عاده هذا الموضوع صارت. يعني ممكن الصبح حتى تفيق تقول انا واجعني راسي انا ما برتاح لحتى اخذ كاسه نسكافيه مثلا مع حبه سيتامول. تمام. فشهر رمضان نفس الشيء، يعني نفس العاده، يعني مثل وقت الواحد بيفيق الصبح قبل ما يفطر حيكون واجع راسه، فنفس الشيء. فنحن شو بدنا نعمل بهي الحاله؟ بعد الفطور فنجان قهوه مو غلط لانه هو فيه كافيين، ف حيصحصح. ممكن ناخذ حبه سيتامول، ممكن نعود حالنا انه ما تكون يوميه. يعني هي مثل ما قلت لك صارت ادمان وعاده، يوميا يوميا في فعلا اشخاص تعودت ان تاخذ مقدار 3-4 حبات يوميا. ففينا نعمل اهم شيء نعمل تمارين رياضيه. هلا حنحكي عن تمارين رياضيه، فهي اهم شيء، وتنفس الشهي زفير بشكل متوازن كمان هذا الشيء بخفف من الصداع. هلا اليوم الصداع هو امر طبيعي، إن كان أول يوم أو خلينا نقول أول أسبوع أو أقل برمضان، كونه نحن سنة كاملة عم نعيش بنظام غذائي معين، عم ناكل على راحتنا، عم نشرب على راحتنا. بهذا اليوم إجباري اليوم الجسم حيكون في خربطة، فتلاقي بشكل عام نسبة كتير كبيرة بتقلك أنا اليوم موجوع، فهو شكل يعني شيء طبيعي لحتى يتعود الجسم. ذكرت الرياضة اليوم، هلأ الناس بتقلك أنه أنا صايم تعبان عايف حالي رايح الدوام وجاي من الدوام فأنا ما عندي قدرة اليوم أنا كفي يعني بالتمارين الرياضية، بس هي أكيد يعني ضرورية. بتوازن اليوم بفترة الصيام أجسامنا. هلا في كثير اشخاص بنسمع كمان انه عم يروحوا يعملوا تمارين رياضيه، بيقول لك انا قبل الفطور رايح قبل بساعه ساعتين اعمل تمارين رياضيه. هذا الشيء خطا، خطا شاسع، يعني شائع كثير في عالم عم تتصرف. نعم. هذا كثير خطا. هلا نحن الصح كيف بنعمل بالنسبه للتمارين الرياضيه؟ بعد الافطار ساعتين ممكن نعمل تمارين رياضيه، وبالعكس هي كثير ممتازه انه يكون متقل على الفطور. طبعا في شغله هي الذهاب للمسجد وصلاة التراويح، هي كمان نشاط بدني ورياضي جدا مفيد يلي بيروح على التراويح مساء. بالنسبة للي عندهم أمراض مزمنة، حكينا شغلة إنه اللي عنده مثلا مرض السكري بيجي بيعمل رياضة بيقول لك أنا منيح، قال لي طبيبي إنه أنا أمشي قبل الفطور. نعم. وأنا صايم. هذا الشيء خطأ، ممكن يعمل عنده هبوط حاد بالسكر، يعني فهو حيضطر يفطر أكيد، يعني ما حيتحمل هذا الشيء. تمام. بالنسبة للأدوية يعني مثل قطرات العين أو الأنف يلي ممكن الشخص يضطر إنه يلجأ لها بوقت الصيام، هل هي بتفطر أم لا؟ لا ما بتفطر، كمان هي أخطاء
شائعة كثير بنسمع انه انا لا ما بدي بتفطر وهيك. صحيح. لا لا هذا الشيء حتى الإبرة ما بتفطر. طيب هيك خلينا اليوم نستغل وجودك وخبرتك الطبية اليوم هيك نحكي نصائح عامة لكل حدا عم يشوفنا، ان كان بالالتزام بالأدوية، هل اليوم احنا قادرين نغير نوع أدوية من دون ما نرجع للطبيب المختص، وشو اهم شيء الإيجابي نحن مفروض نتعود عليه خلال الشهر الكريم؟ هلا اكيد مثل ما انا حكيت قبل، نحن نتعامل مع الشهر، نتعامل مع الشهر مثل اي يوم عادي طبيعي، يعني نحن ما غيرنا كثير بمواعيد الدواء، يعني اللي هو مثل ما حكيت انه موعد دوائه ليلا حيضل ليلا، صباحا تفرق. نعم. بس اذا قبل السحور بعد السحور مباشره. هلا انا بعض النصائح بهذا الشهر وخصوصي للمرضى اللي عندهم مرض سكري او مرض ضغط الدم، مثل ما قلت نحن على الفطور لازم تكون الوجبه ما تكون دسمه، يعني اهم شيء تكون خالي اول شيء من الزبده او السمنه، وتكون ما لها دسمه وما فيها كثير كربوهيدرات. يبلش نهاره الفطور يبلش مثل ما قلت بكاسه مي التمره مثل ما قلنا حتى عدل فورا نسبه السكر. بعد هيك حنحكي قلنا عن التمارين الرياضيه، لازم يكون كثير بشكل منتظم، يعني التمارين الرياضيه. مثلا هي التمارين الرياضيه اهم شيء المشي، يعني المشي هو اسهل شيء، يمكن اسهل شيء وافيه شيء للجسم. تماما اسهل شيء، بس يمكن صعب بعد الفطور الواحد هلا هي مباشره، يعني ساعتين رجعنا تماما، يعني ساعتين كثير مناسب بعد الفطور. صحيح. ومثل ما قلت اهم شيء اللي بين الفطور والسحور يكون في شرب، بغض النظر عنده مرض مزمن او لا، يكون في عندنا شرب اكواب من الماء، 8 ل 10 اكواب من الماء بين فتره الفطور والسحور، حتى ما يصير معنا، وهلا كمان صيف يعني بصير معنا جفاف، وهذا الشيء مزعج ممكن يعمل هبوط بالضغط. صحيح. هي اجراءات كثير بسيطه، نحن قادرين اليوم هيك نقطع هذا الشهر بخير وسلامه، ودائما نحن بنقول يعني في اشخاص كثير قبل باسبوع من الشهر الكريم ببلشوا يعودوا حالهم على النظام الغذائي، على الصيام المتقطع. طبعا. على حتى الصيام هذا الكامل هذا الشيء بيسهل عليهم، بيسهل، وايضا الجسم اليوم بيكون اخذ على الصيام النظامي خلال الشهر الكريم. نتشكر حضورك لليوم الصيدلانيه شيرين اصفري، ورمضان كريم عليك ويومك حلو يا رب. اهلا وسهلا، شكرا لك، نورتي صباحنا.